السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. هنكمل النهاردة عن الذرة ونبدأ نرسم الذرة ومكوناتها وبعض الأمثلة. أنا عندي هنا الذرة، قلنا أصغر وحدة بنائية للمادة يمكن أن تدخل في تفاعل كيميائي. الذرة تركيبها، لو أنا عندي ذرة الصوديوم Na11 23، مثال بسيط خالص، يبقى ده الصوديوم لازم نعرفه ونعرف رمزه السنادي. في رقم تحت اسمه العدد الذري، العدد الذري. رقم فوق العدد الكتلي، العدد الكتلي. طيب ايه هو العدد الذري عشان نقدر نرسم الذرة ونعرف مكوناته؟ العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة داخل النواة بتاعت الذرة. يبقى أي ذرة عبارة عن نواة وفيه مستويات طاقة. تاني، في أي ذرة من الذرات اللي عندنا فيه نواة موجبة، في الغالب فيه بروتون جوه شحنته موجبة وفي نيوترون شحنته متعادلة. طيب أي ذرة بيختلف فيها عدد البروتون عن الذرة التانية؟ يعني أنا عندي هنا ذرة الصوديوم، أتوقع عدد البروتونات هنا كام؟ زائد 11. جبتها منين؟ من العدد الذري. يبقى العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة داخل النواة. طب الرقم اللي فوق العدد الكتلي، مجموع بروتونات موجبة ونيوترونات متعادل. طيب الطالب الشاطر او الطالبة الشاطرة تقول لي عدد النيوترونات هنا كام بالنسبة لذرة الصوديوم؟ طبعا 12. جبناها منين؟ لو جمعنا 12 زائد 11 بيديني 23. ما هو قال لي مجموع بروتونات، البروتونات خلاص انا ثبتها ان هي زائد 11. طيب 11 من 23 يبقى بالراحة كده، الرياضة اهي، 23 ناقص 11 بيساوي كام؟ 12. يبقى عدد النيوترونات كام؟ 12. يبقى الوقت هنا الذرة مكوناتها عندي نواة تحتوي على بروتون وتحتوي على ايه؟ نيوترون. طيب ايه اللي انا عامله الخطوط ديت اسمها مستويات الطاقة؟ نشوف رموزها كده، كي ال ام ان او بي كيو، عددها 7، 1 2 3 4 5 6 7. طيب عدد مستويات الطاقة ديت مهم جدا نعرفها، أقربها للنواة أقلها طاقة. يبقى أقربها بدأ بقاف أهي، أقلها طاقة، أقلها طاقة، لأن في حاجة اسمها توزيع إلكتروني إن شاء الله هناخده في الحلقة القادمة بإذن الله، عشان نفهم ان المستوى K بيتشبع بالكترونات، ال L بالكترونات، يبقى في الكترونات بتدور في مستويات الطاقة وكل مستوى بيتشبع بعدد ثابت ما بتغيرش لغاية مستوى الرابع فقط، لان في قانون هنشوفه دلوقتي ونشوف احنا بنحسبها ازاي. طب لسه باقي حاجة، في نواة وفي مستويات الطاقة. احنا اتفقنا من شوية انه يدور حول الذرة الكترونات، عددها بيساوي عدد البروتون ولكن بشحنة مخالفة، يبقى يدور حولها سالب 11 الكترون، الكترون. يبقى في الحالة دهيت في سؤال خطير جدا هنا ولازم نعرفه، علل الذرة متعادلة كهربيا. السؤال ده معانا على طول في العلوم، عندنا في اولى اعدادي، في ثانيه اعدادي، في ثالثه اعدادي، لغايه ما نخلص ثانويه عامه. الذره متعادله كهربيا لماذا؟ لتساوي الشحنات الموجبه داخل النواه مع الشحنات السالبه حول النواه. يعني اي عنصر في الدنيا يجي لي الومنيوم 13 27، اتوقع ايه؟ زائد 13 بروتون سالب 13 الكترون، يبقى الذرة متعادلة كهربية. يبقى في شحنات سالبة وفي شحنات ايه؟ موجبة. طيب عاوزين نجيب النيوترونات،
بنقول 27 ناقص 13 زائد وناقص لأنها متعادلة. خلاص نيوترون يبقى كام؟ 14 نيوترون. يبقى أنا أي ذرة ممكن أعرف من العدد الذري والعدد الكتلي المكونات بتاعتها. الإلكترونات طبعا الاتنين دول في النواة. الإلكترونات بتدور حول الإيه؟ النواة. تدور حول النواة في مستوى الطاقة. يبقى الوقت لما يقول للذرة متعادلة كهربيا إجابة نموذجية، لأن عدد البروتونات الموجبة داخل النواة بتساوي عدد الإلكترونات السالبة حول النواة. إجابة نموذجية، وما نقولش لأن عدد البروتونات بس، لا لازم أقول شحنتها ومكانها، لأن عدد البروتونات الموجبة داخل النواة بيساوي عدد الإلكترونات السالبة حول النواة. بالمرة سؤال علل تاني مهم جدا جدا جدا. علل: تتركز كتلة الذرة في النواة. السؤال ده مهم جدا لغاية تانية ثانوي وتالتة ثانوي في الكيمياء. الذرة كتلتها متركزة في النواة؟ في معلومة ان البروتون كتلته، كتلة البروتون قد كتلة الالكترون 1887 مرة تقريبا. وما نقول تقريبا يعني ايه؟ ممكن 87 او 88 او 85. يبقى كتلة البروتون لوحدها قد كتلة الالكترون اللي بيدور حول النواة 1887. طيب كتلة النيوترون نفس الكلام تقريبا، اكبر من كتلة الالكترون برضو ب 1873 تقريبا. يبقى الاثنين كتلتهم اكبر بكثير من كتلة ايه؟ الالكترون، الذي تكاد تكون كتلته ايه؟ منعدمة. اما شحنته اساسية، يعني الشحنة السالبة تعادل الشحنة الموجبة، يبقى الشحنات متعادلة. ولكن الكتلة نفسها، الكتلة نفسها هي اللي أتقل. زي جمل ونملة، دروح ودروح، أيهما أثقل؟ طبعا الجمل أكبر من نملة بكتير، لكن ده كائن حي وده كائن حي. يبقى 10 جمال وعشر 10 نملات، أيهما العدد متساوي ولكن أيهما أثقل؟ طبعا الايه؟ الجمال او الفيل اكبر بكتير، او حصان بالنسبة للنملة. يبقى تتركز كتلة الذرة في النواة لماذا؟ لان اخر كلمة قالها لي في النواة، يبقى ابدأ الاجابة بالنواة. لان النواة بها بروتون ونيوترون وكتلة كلا منهما أكبر بكثير من كتلة الإلكترون. ولازم أقول الكلمة الأخيرة دي، التي تكاد تكون مهملة. تكاد تكون مهملة بالنسبة لكتلة مين؟ البروتون والإيه؟ والنيوترون. طيب عايزين نشوف بسرعة توزيع الإلكترونات في مستويات الطاقة. يعني ايه توزيع الالكترونات؟ في قاعدة اسمها قاعدة 2 نون تربيع، لا تنطبق خلاص في المستويات الطاقة، او نقول تنطبق حتى المستوى الرابع فقط. حتى المستوى الرابع فقط، يعني القانون لغاية المستوى الرابع فقط. يعني ايه؟ اولا نون يعني رقم المستوى، رقم المستوى واحد. قبل ما نطبق القانون نشوف كم الكترون؟ 2، ونتأكد منها من القاعدة. الوقت التانية تتشبع ب8، التالتة ب18، الرابعة 32. ازاي بقى؟ نبص في الاربع مستويات الوقت، نطبق اي مستوى يعجبنا وليكن المستوى الرابع، نجيب من الاعلى للاقل. يبقى لو قلت المستوى الرابع اللي هو عند كي ال ام ان، مستوى الرابع
الرمز بتاعه ان. طيب رقمه 4، يعني ايه رقم 4 في الترتيب؟ يبقى نركز قوي في الكلام ده، نطبق القاعدة كده. هنقول 2 نون تربيع، 2 ده رقم اهو، نون تربيع قلنا رقم المستوى، يبقى 4 اس 2، يبقى 2 في 4 في 4 بكام؟ 16. يبقى 2 في 16 ب 32 الكترون. فعلا في 32 الكترون في المستوى الايه؟ الرابع. نيجي المستوى الثالث، نجيب المستوى الثاني زي ما احنا عايزين، كي ال، ما بلخبطكوش، ولكن بنثبت معلومه، بنثبت قاعده. انا عندي ال ال رقم 2، يبقى هنا 2 اركز فيها قوي، يبقى نطبق القانون كده، 2 نون تربيع بيساوي 2 ثابته رقم ثابت، النون اللي هي 2، يبقى 2 اس 2، 2 في 2 اس 2 ب 4، 2 في 4 ب 8 ايه؟ الكترون. يبقى ده المستوى الثاني اللي هو ال، طلع 8، 8 الكترون. نجيب الثالث رمزه ام، المستوى الثالث كي ال ام، ام رقمه 3. مهم الرقم؟ طبعا مهم الرقم، لان ده اللي هنرفعه للاس تربيع. يبقى 2 نون تربيع، نطبق القاعدة، 2 في 3 أس 2، يبقى يساوي 2 في 3 في 3 ب 9، 2 في 9 18 إيه؟ إلكترون. نركز أوي في الأرقام دي لأنها مهمة وثابتة وهتنفعنا لغاية تانية سنة وفي الكيمياء إن شاء الله، لأن الكلام ده بيتاخد بالنص. نيجي المستوى الأول، طبعا احنا ما كتبناش برضه عشان ندرب نفسنا. المستوى الاول كي بيساوي 1، نطبق القاعده كده، 2 نون تربيع بيساوي 2 ثابته زي ما قلنا في 1 اللي هو رقم المستوى تربيع، يبقى 2 في 1 في 1 ب 1، يبقى بيساوي 2 ايه؟ الكترون. يبقى دي قاعده ايه؟ 2 نون تربيع. طيب ما هو في سؤال علل هنا، تنطبق قاعده 2 نون تربيع حتى المستوى الرابع فقط. علل، تنطبق قاعدة 2 نون تربيع حتى المستوى الرابع فقط. إجابة نموذجية ومختصرة بقى، لأن الذرة بعد المستوى الرابع تكون غير مستقرة، ما ينطبقش عليها قوانين، لأن الذرة بعد المستوى الرابع تكون غير مستقرة، إذن لا ينطبق عليها أي قانون. إن شاء الله الحلقة القادمة هنكمل بإذن الله الذرة والتوزيع الإلكتروني، وهنحاول نحفظ شوية رموز مع بعض. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، ودايما نتابع مع زمايلنا الفيديوهات عشان كلنا نستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.